وصلنا هلا لفقرة الأبضيات. أنصح زند فقرة جديدة معنا بالأول على الـ LBC 92 مبلشين فيها اليوم بالبترون. هالفقرة بحب ذكر أنه من فتحها للجميع، فيهم النسوان كمان يشتركوا بمسابقة أنصح زند. اليوم المشتركين كانوا معنا ثلاثتهم رجال، الأبضيات بالبترون كتار بس اللي قدرنا استقبلناهم هني ثلاثة بس، لأنه هيك بتقول المسابقة. المشترك الأول جورج العلماوي من رشعين صغارتا. من رشعين صغارتا، أهلا وسهلا فيك. شو نوع الرياضة اللي بتعملها؟ بعد أود مرس الفيزيك. الفيزيك، أهلين. المشترك الثاني ستيفان كامل. ستيفان كامل، ستيف يعني. ستيف، شو الرياضة اللي بتعملها ستيف؟ كمان بعمل فيزيك. حاليا عم بعمل لحظة فيزيك كولتوريك فيزيك، حاليا عم بعمل فول كونتاكت. فإذا كولتور فيزيك وفول كونتاكت لستيف. جورج طويل. جورج طويل، تعمل شي رياضة يا ما كتير؟ لا تعمل رياضة عند ستيف. تعمل رياضة عند ستيف، أكيد كولتور فيزيك يمكن. رح نبلش فإذا مع حنا بمسابقة أنصح زند، نقيس قطر الزند، داير زند. طبعا فيك تنفخ وقت ما فيك لزندك تحت يعمل أكبر حجم ممكن، ونحاول نسجل الرقم القياسي. بذكركم أنه الربحان معنا بياخد 75 ألف ليرة نقداً، 35 سنتي ونص لجورج. أما المشترك الثاني ستيف، المشترك الأوفر حظ يمكن، رح نقسله زنده ما شاء الله تضاريس في واحد اثنين على أعلى. بحب ذكرك حنا بدنا نقيس الأعلى. أيوة ستيف 38. ستيف 38 سنتي، قطر زندو 38 سنتي. زقفة لستيف. أما جورج بعد ما كشف على زندو، ما شاء الله ما شاء الله. بدك تشده إذا بدك تكسب لك شي 2 سنتي زيادة. جورج بتعمل زلمتي بركي عزتك هيك مشكل. تفضل خي حنا بدنا نقيس زندو. فيك جد إيه بتكسب 2-3 سنتي جوك بلا ما تحس. ما شاء الله ما شاء الله. 48 سنتي، مبروك. الأنصح زند من البترون كان جورج. جورج نحن منهنيك، لك 75 ألف ليرة. مرسي صباح ويعطيك ألف عافية، صباح معنا اليوم كل النهار. وبحب ذكرك أنت عم تسأل من شوي قبل المسابقة أنه في حال ما تلاقى مين يكون زنده أكثر من 48 بالحلقات القادمة بتضلك تاخذ 40 ألف ليرة. أنتوا قاعد ببيتك، أنتوا عم تعمل سبور عند ستيف. مبروك. مرسي. مبروك. نحن هون منبعت تحية ومنبعت تشجيع للمشتركين معنا بحلقة أسبوع الجاي أحد الجاي يلي هي من نهر إبراهيم. نطلب من المشتركين أنه يمرنوا زنودهم منيح ويلاقونا على كازينو شلالات خير الله بنهر إبراهيم. من أنصح زنت بدنا ننتقل هلأ لأجمل إطلالة مع ماريس ليمين ومع أغنية نور يا قمر الحلوين.